فارق 5 نقاط عن الفريق الفتح الرباطي، ومباراة ناقصة، سيسعى للدخول بقوة خلال هذه المباراة وعدم تضييع فرصة الاستقبال أمام فريق المغرب الفاسي الذي يمكن أقول بأنه عاد من بعيد في لقائه الأخير أمام الدفاع الحسن الجيدي. إذن كانت هذه قراءة سريعة لدورات البطولة الوطنية، قراءة سريعة. نتابع الآن نبيل الولجي الحسناوي. كرة أمامية بالرابح، كان تسرع من رابح ولكن الحكم كيعطي الإشارة، ضربة الخطأ. سنتابع باكاري كوني، تابع ضربة خطأ بكاري كوني، بكاري كوني الآن كيرفع الكرة، خطيرة هذه المحاولة، خطيرة هذه المحاولة، لكن أعتقد كان هناك تسلل، كان هناك تسلل، كان هناك تسلل. تابعوا باكاري كوني كيرفع الكرة، ضربة رأسية، التسديدة الأخيرة لم تكن مركزة من السعيدي. كرة أمامية هشام العمراني، أمامي الآن في وسط الميدان، محاولة التهيئ ولكن بعيدة، ما كاينش هناك التركيز. تعود الآن في وسط الميدان ملك إيفونا، كرة أمامية، ضربة خطأ، سنتابع الآن ضربة خطأ لصالح فريق نهضة بركان. لا جديد، سنتابع الآن ضربة خطأ، كانت تسديدة ممتازة، مهدي بالطعم، كانت تسديدة ممتازة، باغتت وكادت أن تباغت الحارس، يعني كادت أنها تغير من مجراها، سدد بقوة وعقيد، كان في المكان المناسب، تهديد حقيقي هذه المحاولة. إذا نحن الآن في حدود الدقيقة 53، ترفع كرة، خطيرة هذه المحاولة وهدف، هدف كيقول الحكم خالد النوني، إذا هدف لصالح فريق نهضة بركان، ارتقاء كان جيد، ارتقاء جيد، إذا هدف لصالح فريق نهضة بركان. تابعوا الإعادة زميلي رشدي لأنه كانت الكرة مرفوعة بشكل جيد، والحسنوي
ارتقى وسط مجموعة من المدافعين وبالتالي يسكن الكرة. نتابعوا الآن، إذا كان بدون حراسة لصقة، خطأ فادح في التغطية الدفاعية، خطأ فادح في التغطية الدفاعية أعطى الفرصة للحسنوي من أجل تسجيل هذا الهدف. إذن هدف جد مهم لفريق نهضة بركان. إذن تغيير كرة للولجي، تصل نبيل الولجي الآن، وتدخل مهدي بلطعم، مهدي بلطعم للعمراني، أيوب الخالقي الآن. المباراة غادي يكون عندها وجه آخر. نعتقد بأنه المدرب شريف بعد لحظات غادي يقوم بتغيير ياسين الكحل. أعتقد يستعد للدخول ياسين الكحل من جانب الوداد البيضاوي، يستعد للدخول. تعود الآن نبيل الولجي، أيوب الخالقي، هناك خطأ بالفعل. كان في عملية إحماء، ولكن أعتقد بأنه المدرب شهيد لم يصل لدرجة إجراء تغيير في هذه اللحظات. سنتابع الآن ضربة خطأ، كرة كترفع. ضربة مرمى، الهدف ضيع تركيز لاعبي فريق الوداد البيضاوي. محمد عقيد الآن، كرة أمامية، أيوب الخالقي لمراد المسن، لا داعي للدخول في بعض المشحنات. ورقة حمراء، أوي 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 أوي. ورقة حمراء. ورقة حمراء، أنا أعتقد نتابعوا الإعادة. ورقة حمراء لمراد المسن، كيحتج على الطاقم التقني لفريق الوداد البيضاوي. تابعوا، يعتبروا بأنها كانت قاسية. تابعوا هذه اللقطة، إذا كانت هناك مشاحنات ما بين الطرفين، كانت مشاحنات ما بين الطرفين، وبالتالي الحكم ارتأى أن يوجه ورقة حمراء لمراد المسن. ورقة صفراء للحسنوي مسجل الأهداف. إذن على العموم سنتابع ضربة خطأ، سنتابع ضربة خطأ. شاهدوا هذه الصورة اللي على إثرها، سبق لي وقلت بأنه اللاعب الناجي بالفعل سديدة. أوي 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 أوي. سديدة والهدف الثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني لفريق نهضة بركان.
خطأ في الإبعاد، انهيار تام لتركيز لاعبي فريق الوداد البيضاوي. انهيار تام لتركيز لاعبي فريق الوداد البيضاوي، هدفين لصفر لصالح فريق نهضة بركان. إذن يمكن أقول بأنه طرد المسن، والهدف الأول والهدف الثاني، هذا يعني بأنه الآن أصبحت المأمورية صعبة للغاية أمام لاعبي فريق الوداد، أصبحت الأمور صعبة للغاية. أصبحت الأمور صعبة للغاية. كرة الآن أمامية. أيوب الخالقي تعود لوراء. وسط الميدان هنا الآن، محاولة وضربة خطأ، ضربة خطأ لصالح نهضة بركان. ضربة خطأ لصالح نهضة بركان. إذا نتابع الآن ضربة خطأ على بعد 22 متر، 24 متر من مرمى الحارس عقيد. ضربة أخطأ أصبحت كتشكل خطورة. سديدة والتدخل عقيد. إذا تعود مرة أخرى أمامية. تابعوا التسديدة، تدخل كان جيد للحارس عقيد وليد الكرتي. كرة الآن في وسط الميدان لأنس الأصبحي، هشام العمراني، أيوب الخالقي. تعود الآن وراء المهدي بلطام والحسنوي. إذا جولة ثانية تتغير المعالم وتتحول الأمور لصالح فريق نهضة بركان، بواقع هدفين مستحقين لفريق نهضة بركان. سنتابع الآن تغيير مراد المسن. وليد الكرتي سعيدي إلى الحارس عقيد. أمامية. تتحول الآن للتماس، تماس لصالح درب الرابح. يغادر بالرابح تحت تصفيقات الجماهير الحاضرة الأغلب، خصوصا بأنه لعب بالرابح.
لاعب المولودية سابقا وابن مدينة وجدة. إذن سنتابع الآن هذه المحاولة. أنس الأصباحي باكاري كوني أيوب الخالقي أنس الأصباحي تابع الآن هذا المحاولة تماس اللحظات وصلوا تابع الإعادة للهدف نتابعه كان سوء التغطية يتحمل مسؤولية الحارس عقيد هدف يمكن أقول بأنه انهار على إثره لاعب فريق الوداد خصوصا بعد طرد مراد المسن إذا توالت الوقائع التي أربكت حسابات فريق الوداد البيضاوي وسط الميدان نبيل الولجي أيوب الخالقي في وسط الميدان ولكن تمريرة إيفونا الحاضر الغائب دلالة العموم دائما هدفين للسفر لصالح فريق نهضة بركان الذي تفوق أداء ونتيجة خلال الجولة الثانية تعود الآن الكرة الوراء لمرابط منير الأميل كاس عثمان البناي في اتجاه عادل سراج حاولت المراوغة الآن لشرطي أيوب نبيل الولجي تمريرة خاطئة تعود الآن لعادل سراج كيرفع الكرة أوه كانت خطيرة وتدخل عقيد شاهدوا عادل سراج كيرفع الكرة والحارس عقيد كان في المكان المناسب إذن دائما صفر للوداد هدفين لفريق نهضة بركان ونتابع الآن الركنية نتابع الآن الركنية عثمان البناي دائرية خطيرة أوي 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 ولكن الحكم يرفع الراية معلنا عن التسلل هناك أخطاء دفاعية قاتلة يجب التركيز بالنسبة لاعبي فريق الوداد في حين فريق نهضة بركان يستغل بعض الأخطاء لأن لك الممكن أن نشاهد الإعادة تابعوا الإعادة لهذه المحاولة ولكن تابع الآن ياسين الكحل ياسين الكحل يهيئ لنبيل الولجي نبيل الولجي وليد الكرشي تغيير اتجاه الكرة لأيوب الخالقي ولكن ضائعة هذه المحاولة ما كاينش هناك خطأ
أمامية سامي. كان ممكن نشاهد الإعادة للهدف الذي رفضه الحكم بداعي التسلل. تابعوا بالفعل الصورة وضحت قرار الحكم. إذن على العموم بعد لحظات أو الآن دخول إجرتان مكان الكرتي. سنتابع، ليس إجرتان الذي دخل ولكن عاطي الله عمر. وراء أيوب الخالقي. تعود الآن لضربة خطأ. نيدا الكرتي والعاطي الله. سنتابع الآن ضربة خطأ. ياسين الكحل ولكن فقط. تابع الآن هذه المحاولة. والهدف الثالث. إذن الهدف الثالث، إذن يمكن أقول بأنه هذه المباراة. إذن عثمان البناي، إذن انهيار كامل لدفاع فريق الوداد البيضاوي. انهيار كامل لدفاع فريق الوداد البيضاوي. الهدف الثالث للنهضة البركانية. إذن 3-0 أمام فريق الوداد، نتيجة مفاجئة ومدوية. 3 أهداف. تابع 3 أهداف، نتيجة غير متوقعة وقاسية. نتيجة غير متوقعة وقاسية. نتيجة غير متوقعة. إذن 3-0. سنتابع الآن هذه المحاولة. 3-0، نتيجة قاسية جدا. وفريق نهضة بركان يستطيع أن يسجل 3 أهداف في الجولة الثانية. إذن يمكن أقول بأنه سيناريو لم يكن متوقع خلال الجولة الثانية. تابع الآن هذه المحاولة وتدخل الحارس المرابط منير. إذن إصابة الحارس المرابط منير. إذن تغيير.
اذا تغيير في فريق نهضة بركان. سراج عادل الزرفي مكان الزحمودي بالفعل. الزرفي محمد مكان الزحمودي احمد. يمكن اقول بانه خيار تام لاعبي فريق الوداد عدم التركيز، طرد اللاعب كان طرد قاسي في نظر لاعبي فريق الوداد حسن مراد، وكذلك هذا الطرد غير من معالم المباراة. عطي الله عمر الله لأيوب الخالقي، ايفونا بكاري كوني وضربة خطأ. سنتابع الآن هذه المحاولة. سنتابع الآن ضربة خطأ بكاري كوني. كيرفع الكرة وكيرفع عالية. لم أعتقد بأنه معنويات لاعبي فريق الوداد أصبحوا غير قادرين على فرض إيقاعهم وأسلوبهم وعلى العودة بالنتيجة. بشكل جيد تعود الآن كرة الوراء المرابط منير. فدا الان التماس المهدي بلطام للوراء لكوناتي. مهدي بلطام تعود الان للتماس كرة امامية. سعيد محمد يحصل على خطأ. نحن الآن في حدود الدقيقة 78. كرة الآن أمامية.
الولجي بعيدة على الموقف الصحيح والقانوني لبكر كوني وبالتالي وقع في مصيدة التسلل. إذن الجيش الملكي يتفوق على جميع السلوى بهدف للسفر. نهضة بركان يضرب بقوة هنا بملعب أشهر مدينة وجدة. يضرب بقوة حسنية قدير. تعود الآن في وسط الميدان. تغيير اتجاه الكرة أمامية أداء المحاولة. تصل الآن ولكن تضيع الأصبحي. نبيل الولجي عطي الله عمر. نبيل الولجي ياسين الكحل يحصل على خطأ. يحصل على خطأ. يعني ياسين الكحل يحصل على خطأ. أحمد الطالبي يستعد للدخول. سبق وكان لاعب للوداد البيضاوي أحمد الطالبي ابن مدينة بركان. سنتابع الآن ضربة خطأ. لصالح الآن فريق الوداد البيضاوي. ياسين الكحل. ياسين الكحل والتماس. سنتابع الآن هذه المحاولة. المحاولة الآن في وسط الميدان. سراج عادل. نحن الآن في حدود الدقيقة 80. دائما كرة الأهداف للسفر. جولة ثانية سيئة تماما لفريق الوداد البيضاوي في حين فريق نهضة بركان تمكن مش أنه يحقق الأهم. تعود الآن في وسط الميدان أنس الأصبحي ولكن التمريرة لم تكن مركزة بتاتا. لم تكن مركزة بتاتا. إذن تغيير الآن في فريق نهضة بركان. أحمد الطالبي مكان الكاس أمين. أحمد الطالبي الآن في وسط الميدان. نبيل الولجي أنس الأصبحي
تعود الآن لسعيد محمد أمامي الآن، محاولة المراوغة من زين الدين خليد ولكن ضائعة، تتحول الآن إلى فريق نهضة بركان. أعتقد بأنه المباراة تحسمت بشكل كبير جدا، وبالتالي يمكن اعتبار بأن هذا الفوز سيضع فريق نهضة بركان، سيبقى في الرتبة التاسعة وحيدا بعدما أن فريق الجيش الملكي سيلتحق بفريق حسنية أكادير، وبالتالي يمكن اعتبار الرتبة السابعة ستكون الجيش الملكي وحسنية أكادير ثامنا ونهضة بركان تاسعا وحيدا، وبالتالي هي خطوة جد مهمة الآن. فريق نهضة بركان 31 نقطة، يعني الكرة الآن تعود لوراء، كرة أمامية، إذن أقل من 4 دقائق، إذن فرحة عارمة لجمهور نهضة بركان وكذلك من بين اللاعبين السابقين والحراس السابقين هنا يتواجد لمتابعة فريق نهضة بركان والذي درب وتتلمذ عليه العديد من الحراس كالبرازي وكذلك عائلة المرحوم البرازي وكذلك اللاعب الشاوش هناك نبي المنير اللي كان لاعب دولي سابق لفريق نهضة بركان. سنتابع هذه المحاولة تسديدة ولكن تمر جانبا. إذن آخر تغيير في فريق نهضة بركان، إذن أعتقد بأنه فوز يجعل فريق نهضة بركان يلعب بالعديد من التغييرات، وبالتالي المدرب لامريني سيعطي الفرصة للاعبين آخرين. إذن عثمان البناي نتابع مساندة كانت غير مشروطة لجمعية أصدقاء النهضة البركانية والتي تساند الفريق في كل محطاته وفي كل رحلاته. المساندة جماهيرية لفريق نهضة بركان من أجل تحقيق المبتغى ضمان البقاء في أفق التحضير لفريق قوي في المباريات القادمة وأيضا الموسم القادم. نتابع الآن هذه المحاولة، كرة أمامية، دائما مباراة مستمرة بهذه النتيجة التي لحد الآن تزكي فريق نهضة بركان كما قلت وحيدا في الرتبة التاسعة، وبالتالي خطوة جد مهمة وموفق فيها فريق نهضة بركان. الكرة الآن أمامية، نبيل الولجي، هشام العمراني، وسط الميدان
تابع الان هذه المحاوله لياسين الكحل، ولكن بدون تاثير. تابع الآن هذه المحاولة نبيل الولجي، نحن الآن في حد الدقيقة 88، دقيقتين تفصلنا عن الوقت البدل الدائع. تابع الآن هذه المحاولة، كانت محاولة السقوط ولكن الحكم كان قريب. أيوب الخارقي لعقيد، ثلاث دقائق كوقت بدل ضائع. سرى يوسف المريني اكيد بانه انتصار يحسب لفريقه، وبالتالي نتيجه جد ايجابيه لفريق نهضه بركان عقب هذه المباراه ودقائق معدوده، ويعني الحكم عن نهايه هذه المواجهه. باكاري كوني متابع الان هذه المحاوله صالح فريق الوداد البيضاوي، اخر المحاولات ولكن لزين الدين خالد لم تعطي الجديد. كرة الآن عالية والحارس عقيد، إذن ثلاث دقائق كوقت بدل ضائع. فريق نهضة بركان حقق الأهم، والوداد اندحرت هنا بالملعب الشرفي بمدينة وجدة. نتيجة لم تكن متوقعة، خصوصا بأنه نتيجة الجولة الأولى انتهت متعادلة 0-0. ثلاث أهداف تلقاها مرمى شباك الحارس عقيد كانت كافية ليغيب التركيز على لاعبي فريق الوداد البيضاوي. هذا الجولة الثانية شهدت طرد، اللاعب مراد لمسن. هذا الطرد أثر بشكل كبير على لاعبي الوداد، وبالتالي دن ورقة صفراء لزريفي محمد. هل تعود الآن؟ الكرة الآن خارج التماس، إذا دقيقة واحدة عن نهاية الوقت البدل الضائع المحدد في ثلاث دقائق. إذا نعيش آخر اللحظات. زين الدين خالد، تعود الآن الكرة الوراء لهشام العمراني، وفي الأثناء ينهي الحكم هذه المباراة بفوز مستحق لفريق نهضة بركان 3-0. هذا الفوز جاء في الجولة الثانية، ويمكن أن أقول بأنه الوداد دخل بشكل آخر خلال الجولة الثانية هزيمة كانت قاسية خلال الجولة الثانية الوداد، وفوز مستحق لفريق نهضة بركان. إذا أشكر زملائي في الوحدة الثامنة الذين أمنوا لكم النقل المباشر إلى مدينة وجدة. كان معكم زميلي سمير رجدان في الإخراج وعبد الصمد في التعليق. على ألقاكم، السلام عليكم ورحمة الله.
أفريقيا الاختيار الصائب. تمتع بكرة القدم مع جيلات بلو 3. Ses rêves, sa volonté, son avenir. Le talent, nous, on y croit. Main dans la main pour les victoires de demain. الجولة 25 من دوري المحترفين على قناة الرياضية. الرجاء البيضاوي حسنية أكادير السبت في 7 مساء على قناة الرياضية. طواف المغرب للدرجات على قناة الرياضية. من 4 إلى 13 أبريل الرياضية في تغطية خاصة لطواف المغرب في دورته 27. 10 مراحل، أكثر من 1530 كيلومترا، ومشاركون من كل أنحاء العالم. يوميات طواف المغرب من 4 إلى 13 أبريل على قناة الرياضية. الدوري الوطني للمحترفين يصل إلى محطته 25. الوداد الفاسي يستقبل النادي القنيطري، مباراة تتابعونها مباشرة الأحد في 7 مساء. في عالم كرة القدم لا يمكن تصور اللعبة من دون حكم، وللحكم قانون وسلطة تقديرية قد يصيب فيها وقد يخطئ، وبين الاختيارين قد يسقط في فخ الجدل. ولفرز الخطأ من الصواب ورفع اللبس عن هذا الجدل، نتيح لك عزيزي المشاهد فرصة أن تكون أنت الحكم من خلال برنامج الحكم الآخر. لحلاقة مثالية بثلاثة شفرات ورأس متحرك، دولتشا تزورو 3D توتش تعطيك راحة تامة. دولتشا تزورو، نعومة، دقة وأناقة كل يوم. الدوري الوطني للمحترفين يصل إلى محطته 25. مغرب أتلتيك تطوان يستقبل المغرب الفاسي، موعد رياضي تشاهدونه يوم الاثنين بداية من الساعة 7 مساء مباشرة على شاشة الرياضية. إنه سؤال جيد. لدي علاقة ممتازة بالمنتخب الوطني، أظن أننا نتوفر على لاعبين جيدين. الحقيقة أن مستوى المنتخب لا يبشر بخير، يجب أن نبحث عن مدرب جيد، شرط أن يكون أجنبيا وليس مغربيا. تصريح أسامة سعيد للصحافة الإنجليزية لم يكن مجرد حديث عابر، بل عاد ليكشف انعدام الثقة التي يعيشها محيط المنتخب الوطني. أخطاء كثيرة وردناها عن تجارب سابقة جعلت بيت المنتخب مشرعا أمام البعض لكي ينشر غسيله أمام مرأة من العالم، غير مدرك لخطورة الأمر وتأثيره على كرة لا حول لها ولا قوة. حسيت بيه وعرف بان المشكل فين كاين، لانه لما تلاقيت بالتعرابت والقضوريه وخرجه
وتكلمت مع بالهندا واحد العدد سميتو، عاد حسيت يعني عرفت بان في ظرف يومين عرفت بانه كاين الخلل فين كاين عند اللاعبين، لان هاد اللاعبين كيقول لك ودي حنا ملي كنجيو للمنتخب الوطني المغربي ما كنلقاوش مع من كنتحاوروا، ما كنلقاوش مع من داك الاشخاص مع من مع ما كاينش داك التواصل، دونك ما كنلقاوش ناس كيفهمونا وكنفهموهم، ما كنلقاوش ناس كيفهموا اش حنا اش بغينا. لكن باش يكون مدرب اجنبي او مدرب مغربي انا نظن يعني بصراحه هذا سيتان طابو، هذا ديسكور اللي اللاعبين يحبوا يهربوا من حاجه يتخباو بين الحوايج. نعم. مدرب هي راهي كومبيتونس كسوسوا مغربي او كسوسوا اترونجي. نعم. اذا كاين مدرب كومبيتون ويعرف يتواصل مع اللاعبين ويعرف يمد لو بروجي سبورتيف ديالو للفريق المغربي، قال ها واش راني حاب انا من اللاعب اللي يجي وانا نختار اللاعب اللي يجي وناخذ عليهم مسؤوليه. رد فعل عبد الحق بن شيخه بعد حديث عزيز بودربالة ببرنامج حصيله الاسبوع وضح اليد على جرح غائر، الكفاءه التي كانت يوما ما معيارا اساسيا لتعيين المدربين والاطر المشرفه على تدبير الكره لم تعد تجدي امام خيارات مزاجيه تصب في خانه العالميه او المدرب العالمي وهما وجهان لعمله واحده. لا يعقل على قبل اللعاب ما تفهم بعدا شنو هو تسير، ما تعرفش شنو هي لا كومبليمونتاريتي التكامليه، تشوف هو اللعب غير راسو غير النهار تتحاديه تبقى تيغوت تيقول واكوك عباد الله هادشي على قبل تعرف لانتيري بيرسونيل، مازال ما عندناش على قبل حتى العوائد ديالنا ما معلميناش هذيك لا العيشه الجماعيه، العيشه الجماعيه اللي هي راسيونيل تكون منظمه، وهادو هما المشاكل اللي تنطيحو فيهم. وان شاء الله الرحمن الرحيم الا بقينا بهذا الفكر هذا ديال النقد وديال التوجيه وداك الشيء غادي نقصوا الخطوه ان شاء الله. حديث عبد الخالق اللوزاني يعود ل 20 سنه مضت عندما كان يشرف على تدريب المنتخب الوطني بعد خيبه الامل في اولمبياد 92 ببرشلونه. فكر الرجل الذي كان حينها وجها غير مالوف اوصل اسود الاطلس كاس العالم بالولايات المتحده الامريكيه رغم توليه المسؤوليه في ظرفيه صعبه. نقول غير واحد الحاجه بما الناس تيهيئوا لا سمحت لا كاليفيكاسيون ديال لاكوب دي موند ولا لاكوب دافريك تيهيئوا ثلاث سنين قبل، عامين قبل، اربع سنين قبل. حنايا بدينا دابا باش نحلوا مشكل. شنو هو المشكل؟ هو نوقفوا فرقه على رجليها ونحاولوا ما امكن لنا باش نوصلوا لهذاك سمحت الهدف ديالنا هو لا كاليفيكاسيون لاكوب دافريك ولا كوب دي موند. مقابل ذلك قامت الجامعة على مدار سنوات عدة بانتداب أسماء عالمية لتولي مهمة إخراج المنتخب من أفق الإخفاق المظلم. جون ميشيل هيدالغو الذي قاد فرنسا للفوز بكأس أوروبا سنة 84 وضع خبرته ران إشارة المسؤولين عن الكرة في تسعينيات القرن الماضي. Je suis consultant de la fédération donc il y a Le président Ben Slimane et ses collaborateurs ont l'intention de donner un grand plan d'action au football marocain. Ils m'ont demandé d'être leur conseiller et voilà comment on va œuvrer ensemble pour essayer de faire quelque chose d'efficace, mais quelque chose de très humain. من بعد من نتلقاو التكوين مع هاد الخبراء نحددوا الاهداف اللي كنتوخاو في المستقبل، ومن هاد الاهداف يمكننا نشوفوا اشنا هما الحلقات او اللي غادي تصرف الى حصص تدريبيه اللي يمكننا نعملوها للفئات الصغرى واخص بالذكر الفتيان والشبان والصغار. اللاعب ولا يكون لاعب سابق خصو يكون يتكون، والتكوين اللي خدا في الميدان كممارس خصو يتعين بها كمدرب، وتنظن قليل اللي كان لاعب ممتاز وصدق كمدرب، ولاني تيكون عندك الامتياز الا خدينا مثال ديال بعض اللاعبين في اوروبا اللي صدقوا كمدربين ولاني تكونوا ولا يتعاونوا بمدرب اللي عمل دراسه ديال التدريب. وكأننا أمام الواقع الذي نعيشه اليوم، رغم أن الأمر يتعلق هنا بجزء من أرشيف القسم الرياضي بالقناة الأولى الذي ورثته قناة رياضية التي لم تنطلق إلا سنة 2006
تقنيون ومدربون ولاعبون قدموا الحلول ومسؤولون كثر اجتهدوا لتطبيقها على أرض الواقع، لكن لا حياة لمن تنادي. On a vu des jeunes très techniques qui ont déjà le bon sens du jeu, solides, très bien physiquement. Des gens, j'ai vu au premier match, je le disais mais c'est vrai, il y a 5-6 joueurs que j'aurais aimé prendre, de dire venez avec moi dans un centre de formation en France, parce qu'ils réunissaient les qualités que l'on réclame à un jeune footballeur d'avenir. Et donc il paraît que les cadets c'était encore mieux. Cadet, junior, là il y a une belle pépinière et c'est là-dessus qu'il faut travailler. فهل سننتظر مرة أخرى هواة التنظير لكي يؤكد لنا أن بلدنا يختزل ثروة لا حدود لها من المواهب، أم أن الجامعة التي سوف تنتخب الأحد المقبل ستكون لها الشجاعة الكافية لكي تبادر لاتخاذ خطوات عملية بعيدا عن خطابات ولى عليها الزمان ومنها الحديث الدائر عن العالمي والمحلي؟ جهود إلياس بالحسني لم تنقذ هيراكليس الميلو من الخسارة أمام جو أهيد بالدوري الهولندي. إبراهيم البزغودي يحيي أمال أولمبيك خريبكا للبقاء ضمن أندية دوري المحترفين. تألق ملفت للثنائي المغربي يوسف العربي ونورتين أمرابط بديربي الجنوب الإسباني. محمد علي بمعمر يعيد الروح للمغرب الفاسي. عبد العزيز برادة ينال الإشادة رغم الخسارة أمام الأهلي. أول هدف بهذه الصورة على الموسم، أول هدف بهذه الطريقة على الموسم، عن طريق تسافر عن الجزيرة بصدر يستقبل. محسن متولي ومحسن يجور يطيحان بالوداد البيضاوي في الديربي. يونس بلهندا يتجاوز مرحلة الفراغ بهدف جميل في مرمى ميتالست خاركيف. عبد الرحمن اللعبي يعود ليبعد شبح النزول عن جمعية سلا.
تألق كريم بالعربي يقود براوشفيك لهزم هانوفر بالبوندسليغا الألماني. يونس مختار يساهم في الإطاحة بناك بريدا بالدوري الهولندية. بساسي كوغلو يطيح بأيندهوفن العنيد. إبراهيم البحري يعيد الفتح رباطي لدائرة المنافسة على اللقب. عادل تعرب يبدع رفقة ميلان أمام جنوة، وجنون المعلق الإيطالي تيزيانو كريريلي شاهد على ذلك. عثمان العساس واحدا من أبرز اللاعبين المغاربة الذين أثبتوا علو كعبهم بالدوريات الخليجية. من دولة الإمارات إلى قطر كانت البداية لمسار حافل بالتتويجات، بدأه بالشارقة مرورا بالغرافة ومنها إلى أم صلال أين يلعب اليوم. ترك اللاعب السابق لأولمبيك خريبكا صدى طيبا في مخيلة من تعرف عليه عن قرب، إلا أن ذلك لم يشفع له لدى عدد من المدربين الذين تعاقبوا على تدريب المنتخب الوطني. لم يكتب له أن ينتظم في لعب رفقة منتخب أسود الأطلس، علما أنه كان واحدا من نجوم المنتخب الأولمبي الذي تأهل رفقته إلى أولمبياد سيدني سنة 2000، ومباراة العودة أمام مصر تحمل عدة ذكريات سعيدة. أعطيت الانطلاقة دفاع ديال المنتخب الوطني قد فقوية، والحارس الحارس الجرموني تدخل، ومرة أخرى الدفاع ديال المنتخب الوطني تدخل، يدخل هذه المرة هو برازي، محاولة اللي كان وراها رقم 10 أيمن عبد العزيز. فالآن عناصر الوطني تجاوزت هذاك الضغط، محاولة ممتازة الآن بن كوار، نزل كرة وإصابة، لا 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 مشات بعد شيء محادية، يعني فرصة ثانية على التسجيل، وعادل رمزي تضيع هذه المحاولة. لاحظوا إعادة ممتازة، لمبركي هز عين ديالو حط كرة ممتازة.
جمهور ديال المنتخب المصري الان من جديد. هذه محاوله قدام الاصابه، الاصابه ديال المباركي اللي جات في الدقيقه 23 من الشوط الاول، 1-0 لصالح المنتخب الوطني. الملعب الرئيسي هنا بالقاهره تعرف اصابه لصالح المنتخب الوطني اللي جات في الدقيقه 23، جات بعد المحاوله اللي ضيعها منذ لحظات اللاعب عادل رمزي. اصابه 1-0 لصالح المنتخب الوطني. هذه محاوله خطيره لصالح المنتخب المصري. ممتاز الجرموني خطيره هذه المحاوله، وتحول الكره للزاويه. الزروالي اللي لعب اليوم المباراه ديالو رقم 8. خطيره هذه المحاوله، ولكن برازي من جديد تحول الكره للزاويه. الجرموني والجرموني يطلب من الصديق ديالو باش يخلي الكره. محاوله بواسطه سيد عبد الحفيظ. ممتاز العناصر الوطنيه. الجرموني براعه كذلك. كانت محاوله خطيره جدا، كنقولوا انها محاوله خطيره جدا. دخل رقم 6 هاني سعيد، وفي هذه اللحظه يعلن الحكم عن نهايه الجوله الاولى بعد ما لعبنا 5 ديال الدقائق اضافيه. اذا 1-0 لصالح المنتخب الوطني، نتيجه ايجابيه جدا. هذا هاني سعيد. هناك برازي قد فقوية والجرموني في المكان المناسب. طارق عزيز الخطاري ممتازة عند عادل رمزي. قداف شاف الحارس مغادر المكان ديالو، بغى يرفع عليه الكرة، مشات بعد الشيء باهي فوق المرمى ديال الحارس عبد الواحد. لاحظوا طريقة ممتازة، الخطاري نزل الكرة عند عادل رمزي بالرغم من المضايقة ديال أحد المدافعين. تنلعبوا للدقة 20. هذه فرصة سانحة قد فقوية ديال أيمن رمضان. من المحاولة كرة من رجل طارق السعيد تنزل عند أيمن رمضان. قداف والعارضة، وقال الحكم بأنه كان شار ضربة زاوية. تنظن أنه ما كانش قاصها الجرموني تماما. طارق السعيد ولي قدف. محاولة خطيرة جدا، هذه محاولة خطيرة جدا أمامكم منذ دخول محمد فاروق. زكريا من جديد، زكريا دخل المعترك، غيسلم كرة ممتازة. ما كاينش شروط، الحكم هز العالم ديالو مشير على شروط. ما تعتقدش واش كان شروط، وحتى الحكم ديال الوسط موجود في وسط الميدان تقريبا. الآن في هذه الجولة الثانية يمكن نقولوا بأنه تلعب كمدافع. يعني خطأ فادح. فادح من الدفاع ديال المنتخب الوطني. اعتقدنا بانه الحكم غيعلن على ضربه جزاء. نلاحظوا اعاده الان، اعتقدنا انه الحكم هنا غيعلن على ضربه جزاء. فالكره مشات، كان تخوف لانه كانت الفكره هي الحكم غيعلن على ضربه جزاء بعد المضايقه ديال زكريا عبوب لاحد المهاجمين. تتنزل الكره امام محمد فاروق اللي ركن الكره في الجهه اليمنى. أنت تمكن من الكره الزروالي شنو غيدير بالكره، تيشوف لمن غيسلم الكره. قداف قدفه قويه ولكن فوق العارضه ديال عبد الواحد السيد. لاحظوا اعاده، هز راسو زاد بالكره، ما شاف حتى واحد متقدم ففضل انه يقدف. تتمشي فوق العارضه. العساس اي فقد التوازن ديالو، تقلبوا العناصر ديال المنتخب المصري على ضربة جزاء خطيرة. هذه محاولة عظيم الجرموني. هاني سعيد
العبد الواحد السيد. الإعادة تمريرات ديال محمد أبو العلا. ها كاين الشروط. طارق السعدي يعني وفي هذا الأثناء يعلن الحكم سيد سادتي على نهاية المباراة بالتعادل بين المنتخبين بمعنى إقصاء المنتخب المصري، ويمكن نقول بأنه 95% تأهل المنتخب الوطني إلى الأدوار. الجولة 25 من دوري المحترفين على قناة الرياضية. الرجاء البيضاوي حسنية أكادير السبت في 7 مساء على قناة الرياضية. طواف المغرب للدرجات على قناة الرياضية. من 4 إلى 13 أبريل الرياضية في تغطية خاصة لطواف المغرب في دورته 27. 10 مراحل، أكثر من 1530 كيلومترا، ومشاركون من كل أنحاء العالم. يوميات طواف المغرب من 4 إلى 13 أبريل على قناة الرياضية. الدوري الوطني للمحترفين يصل إلى محطته 25. الوداد الفاسي يستقبل النادي القنيطري، مباراة تتابعونها مباشرة الأحد في 7 مساء. حصيلة الأسبوع ترصد وتواكب النسخة الثالثة من البطولة الاحترافية، روبورتاجات، كواليس المباريات، صخب الملاعب وصدى المدرجات. نقربكم من استعدادات ونتائج المنتخبات الوطنية. حصيلة الأسبوع تتابعونها مساء كل أحد بداية الساعة 9 مباشرة على قناة الرياضية. الدوري الوطني يصل إلى محطته 25. مغرب أتلتيك تطوان يستقبل المغرب الفاسي، موعد رياضي تشاهدونه يوم الاثنين بداية من الساعة 7 مساء مباشرة على شاشة الرياضية. Qui reçoit son trophée dans la main des mains de, du ministre de la Jeunesse et des Sports, Moussaoui.
L'idée appartient à 100% à Sa Majesté Hassan II, rahimahullah. الجولة 25 من دوري المحترفين على قناة رياضية. الرجاء البيضاوي حسنية أكادير السبت في 7 مساء على قناة رياضية. طواف المغرب للدرجات على قناة الرياضية. من 4 إلى 13 أبريل الرياضية في تغطية خاصة لطواف المغرب في دورته 27. 10 مراحل، أكثر من 1530 كيلومترا ومشاركون من كل أنحاء العالم. يوميات طواف المغرب من 4 إلى 13 أبريل على قناة الرياضية. الدوري الوطني للمحترفين يصل إلى محطته 25. الوداد الفاسي يستقبل النادي القنيطري، مباراة تتابعونها مباشرة الأحد في 7 مساء. في عالم كرة القدم لا يمكن تصور اللعبة من دون حكم، وللحكم قانون وسلطة تقديرية قد يصيب فيها وقد يخطئ، وبين الاختيارين قد يسقط في فخ الجدل. ولفرز الخطأ من الصواب ورفع اللبس عن هذا الجدل، نتيح لك عزيزي المشاهد فرصة أن تكون أنت الحكم من خلال برنامج الحكم الآخر. الدوري الوطني للمحترفين يصل إلى محطته 25. مغرب أتلتيك تطوان يستقبل المغرب الفاسي، موعد رياضي تشاهدونه يوم الاثنين بداية من 7 مساء مباشرة على شاشة الرياضية. مشاهدي قناة الرياضية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الاستوديو التحليلي الخاص بلقاء الجولة 25 من الدوري المغربي الاحترافي. اللقاء الذي يجمع بين نادي الرجاء الرياضي البيضاوي ونادي الفريق حسنية أكادير، والمباريات الخاصة بهذه الجولة 25 من الدوري المغربي الاحترافي. باسمكم نرحب بمحمد سالم المحمودي، مرحبا بك سالم. اهلا بك يسري، اهلا بمشاهدي الكرام. كنت غادي نقول الجمعيه السلويه على اساس ان الجمعيه السلويه هي المقابله الاولى اللي عندنا واللي غادي نشوفوا النتيجه ديالها قبل ذلك. نعم، امام فريق الجيش الملكي. قبل ذلك شوفوا النتائج وباقي البرنامج فيما يخص هذا الجوله من الدوري المغربي الاحترافي. الجيش الملكي
يفوز على جمعية سلب هدف مقابل لا شيء. نهضة بركان يفوز على الوداد بثلاث أهداف مقابل لا شيء. غنتابعوا لقاء الرجاء وحسن تقادير بعد لحظات. باقي المباريات يوم غد: أولمبيك روف الكوكب، أولمبيك السفير الفتح، شبريف الحسيمي، الدفاع الحسن الجديدي، وداد فاس، النادي القنيطري. فيما يوم الاثنين متزعم الدوري المغربي المغرب التطواني في مواجهة نادي المغرب الفاسي. هذه المباريات الخاصة بالجولة 25 من الدوري المغربي الاحترافي. البداية باللقاء اللي تلعب اليوم، لقاء لجمع فريق الجيش الملكي والجمعية السلوية. هذا الأخير نهزم بهدف مقابل لا شيء. أكيد شفتي المقابل لا شيء، يمكن تقول لنا سالم؟ أعتقد أن فريق الجيش الملكي يسري يتجه في اليسير في الاتجاه الصحيح بكل صراحة، وكأنه يخطو خطوات أو يتخذ استراتيجية المغرب التطواني التي اتخذها، والآن أخذ يعني اللاعبين من مدرسة فريق الجيش الملكي لبناء فريق للمواسم المقبلة. هنا الهدف ديال مهدي النغمي لبناء فريق للمواسم المقبلة. نعم. بكل صراحة لاعبين صغار، سياسة العودة إلى المدرسة، مدرسة. نعم. تكوين ديال الفريق والبحث عن، وذلك سيعود على فريق الجيش. نعم. الملكي بالنفع الكبير، لانهم بكل صراحه عليهم يخليوا رشيد طوسي انه يشتغل، لكن سمعنا على ان هناك بعض الجماهير اللي لم يعجبها هذا الفوز. للاسف مجموعه من الملاعب الجماهير يعني ربما يمكن نقول انها اصبحت تعبر عن رأيها في بعض الاحيان، وان كان ملغوم في بعض الاحيان كذلك. وهذه معادله غير مفهومه يسري، لان فريق الجيش الملكي يقدم مباريات جيده ويفوز خارج ملعبه، وبكل صراحه المباراه الاخيره